بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت الجامعة الأمريكية في الشارقة نموذجاً يقتدى به بين المؤسسات الرائدة للتعليم العالي في العالم. هذا كان من أبرز ما أكده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، في كلمة سموه التي ألقاها في حفل تخريج دفعة الفصل الأول للعام 2011 من الجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي جرى صباح السبت في قاعة المدينة الجامعية بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. كلمة سموه لم تقتصر على ذلك، بل تضمنت العديد من النقاط التي كان لابد من تسليط الضوء عليها في هذا المقام الأكاديمي المهيب. أبنائي الخريجين، بناتي الخريجات، إن تواجدنا معكم في هذا اليوم، في هذا المكان، في هذه الأجواء الاحتفالية، لهو اعتزاز لنا وفخر لكم ولذويكم ولكل من ساهم في الوصول بجامعتكم لهذا الهدف الذي أهلكم لنيل درجتكم الجامعية بجدارة واقتدار. فبلغتم الهدف ونلتم الدرجة العلمية، حققتم حلم ذويكم الذين انتظروا هذه اللحظات بصبر وترقب. فبورك نجاحكم، وهنيئا لكم ولذويكم ولجامعتكم هذا الإنجاز العظيم. أيها الحفل الكريم، نعلم جميعا بأن العلم والمعرفة هما سبيل تحقيق التقدم في جميع مناحي الحياة، وأن التعليم هو سلاحنا في وجه التحديات، وهو الذي يعزز من قيمة الإنسان التي هي على رأس الأولويات. وأنتم يا أبنائي الخريجين والخريجات نموذج للشباب المتعلم والمؤهل بالعلم والمعرفة، فأنتم ثروتنا الحقيقية ومستقبلنا، وبأيديكم ستدفعون عجلة التقدم وتحملون المسؤولية بكل وعي وإخلاص، وتحافظون على إنجازات من سبقكم. أما الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي أخذت على عاتقها تعليمكم وتأهيلكم، فقد أصبحت نموذجاً يقتدى بين المؤسسات الرائدة للتعليم في العالم، وقد عملت جاهدة أيضاً على إكسابكم الخبرات العملية لتكونوا عناصر فاعلة كل في مجال تخصصه في المجتمع، وفي سعيها نحو التفاعل المثمر مع المجتمع تستمر الجامعة في إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات الهادفة والفريدة من نوعها تطبيقاً لخططها للتنمية والتوسع، وفي التوصل والاحتكاك مع مختلف القطاعات الإنتاجية في المجتمع لتبادل الخبرات والاستشارات. وتواصل الجامعة أيضاً في مختلف المجالات بين الجامعة والمجتمع، ولترسيخ مكانها كمركز لإيجاد الحلول لما يواجه المجتمع من تحديات في مختلف القطاعات. ولتحقيق هذه الغاية وقعت الجامعة أيضاً العديد من الاتفاقيات مع مختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك مبادرة استراتيجية جديدة للتعاون والشراكة مع مدارس مختارة من مختلف أنحاء الدولة، كما شجعت الأساتذة والطلبة على المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، فانعكس ذلك زيادة في هذه المشاركات. وعقدت الجامعة كذلك العديد من المؤتمرات الهامة، مما يعزز أيضاً السمعة الأكاديمية العالمية لها ولبرامجها. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، أنا على ثقة بأنكم ستكونون عند حسن ظن جامعتكم بكم، وستكونون كمن سبقكم من الخريجين والخريجات من كفاءة يشهد بها المجتمع
تسهم في تنمية وتقدم مجتمعاتنا، كما أن جامعتكم ستبقى سندا ودعما لكم. وأشكر إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمناء وأساتذة الجامعة وإداراتها وجميع العاملين فيها على جهدهم الدؤوب في الوصول بالجامعة إلى العالمية. نسأل الله التوفيق لكم ولنا في كل ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.